السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله جاي لكم في فيديو بسيط جدا، هي عن استخدامات ماء الأكسجين. ماء الأكسجين حطها كده قاعدة في حياتكم، إن هي بتيجي بتركيزات، يعني تركيز 20 اللي معانا تركيزات من أول 10، فخلي بالكم أنتوا هتستخدموا إيه، يعني ما تسمعوش الفيديو وخلاص. لو انت هتستخدمي ماء الاكسجين على البشره مثلا للتخلص من البثور، للتخلص من اي حاجه في بشرتك، وطبعا ممنوع استخدامها للبشره الحساسه نهائيا، وممنوع استخدامها على البشره دايركت من غير ما تتخفف، بيكون التركيز 10، تمام. ولكن احنا النهارده هنتكلم في ماء الاكسجين للتركيز 20 الخاصه بمضاد الالتهابات الخاصه باللثه. لو انت عندك درس بيطلع او عندك درس بالفعل موجود وحواليه التهابات شديده ومش قادره تعمل اي حاجه، وعندك مثلا وقت متاخر ما فيش دكتور اسنان يسعفك، هتقدري تعملي على النحو الاتي: هتجيبي ميه الاكسجين وهتاخدي منها معلقه وتتمضمضي بيها دايركت كده، ما تخففهاش، تمام. وبعد ما بتتمضمضي بيها بتتمضمضي بميه فتره عادي جدا، هتسكن لك الالم وهتطهر لك الوجع. عامه هي ماء الاكسجين مكتوب عليها ان هي علاج للجروح وحمايتها من البكتيريا الهوائيه ومطهره للدمامل. الناس اللي عندها جروح، الناس اللي عندها دمامل، الناس اللي عندها التهابات تقدر انها تستخدم ماء الاكسجين معنا. هي مش غاليه خالص، هي ب6 جنيه، يعني تعتبر مبلغ افتراضي بسيط جدا. تقدري تجيبها تكون عندك في البيت. طيب انا ممكن استخدمها لايه تاني؟ انا ممكن استخدمها لو عندي فطريات في الاقدام، الناس اللي عندها فطريات في الاقدام. هنا بقى مش هناخد تركيز 20، هناخد برضو تركيز 10. هتاخديه وتخففيه، يعني معلقه من هنا معلقه من هنا، وتحطيه على المنطقه المصابه 4 مرات في اليوم. هينتهي لك تماما من فطريات الاسنان، من فطريات الاقدام. اما بالنسبه للاسنان فتستمر عليه لمده اسبوع، وان شاء الله ان شاء الله يعني بيجيب معاكي نتيجه جميله جدا، وهيجيب معاكي نتيجه جميله جدا جدا. حبيت ان انا اختصر، وليه طبعا استخدامات كتيره جدا، بس عشان اقدر اعمل لكم الاستخدامات واكون حريصه ان انا بكون امينه في الفيديو، لازم اجيب تركيز 10 مش تركيز 20، لان استخدامات البشره بيكون التركيز فيها 10 مش 20، ولكن استخدام 20 هو لالتهاب اللثه والالتهابات الدمامل البكتيريا بشكل عام. خليه دايما عندك في البيت، يعتبر من الاسعافات الاوليه اللي المفروض تكون عندك في البيت. وبكده اكون خلصت الفيديو معايا من قسم الصيدليه الخاص بالقناه. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.